أخبار اليوم. الشعاعات كلها مطروحة بتفاصيلها إن شاء الله، وهيتم مناقشتها في أثناء زيارة الرئيس الصيني لمصر خلال شهر يناير. بالإضافة إلى هذا، وجاري مناقشتها النهاردة بين الجهات المعنية وبين الشركات الصينية كلها في كل المجالات. أنا أتكلمت على النقل والطاقة، وتكلمت على مجالات أخرى، كما تكتب قناة السويس أيضا المشروعات المطروحة فيها في مجال صناعة البترول والكيماويات. كل هذه القطاعات في مناقشات بتتم في الوقت الحالي، وان شاء الله تتبلور هذه الافكار كلها والمشروعات في اثناء زياره الرئيس الصيني باذن الله.